دعت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات مركز تسجيل الناخبين بيجي الثاني المواطنين الى تسلم بطاقتهم الانتخابيه البيومتريه المتكدسه بكميات كبيره، فيما اشاد المراجعون للمركز بجهود الموظفين والاجراءات المتبعه لتسهيل الحصول على البطاقه الانتخابيه. مستمرين بتوزيع بطاقه الناخب بالنسبه للمركز بيجي الثاني من خلال قناتكم الموقره. نهيب المواطنين جميعا في قضاء بيجي المناطق اللي هي غرب الشارع العام اللي تشمل مثلا تل الزعتر وحي الرساله والحي العسكري وحي السكك وحي التاميم والمناطق التي هي محاذيه للمنطقه الصينيه. نهيب بهم باستلام بطاقه الناخب لانه عندنا بطاقات مكدسه من القديم تقريبا من سنه 2018 و17 و19 و20 و21 تقريبا عندنا 4000 الى 5000 بطاقه غير موزعه. لذلك نهيب بجميع المواطنين باستلام البطاقة البايومترية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة إن شاء الله في مجلس النواب. مفوضية بيجي الإجراءات سلسة للموظفين واستلام البطائق يعني ما يطول فد 10 دقائق ربع ساعة، وندعى المواطنين من كافة أنحاء بيجي التوجه إلى مركز المفوضية لاستلام بطاقات الانتخابية والمشاركة في الانتخابات القادمة. مركز بيجي الثاني قائم عمل على التمام، بطاقة موجودة، وندعو المواطنين اللي على مركز بيجي الثاني اللي هم من ال 600 الهونداي هاي المناطق يجون للمركز يستلمون بطائقهم، اهل تل ابو جراد، العرب الفوقانيين، البطائق كامله، الموظفين قايمين بواجبهم تماما، وهم يقولون احنا راح ننتخب فلان، هو تنتخب تسولف لحالك، تعال استلم بطاقتك، هاي البطائق كامله للموظفين قاعدين ينتظرون الناس، فنريد الناس نحثهم ان يتوجهون الى المركز الثاني لاستلام بطاقتهم.